صرح الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد خلال فعاليات الويبينر اللي عقدته وزارة الصحة والسكان بعدم وجود علاقة بين فيروس كورونا والإصابة بمرض الفطر الأسود، موضحا أن الفطر الأسود مرض غير معدي وبيصيب الإنسان بسبب الضعف الشديد في الجهاز المناعي. وأوضح الدكتور حسام حسني أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفطر الأسود هم المصابين بأمراض نقص المناعة، مرضى السكري غير المنضبط، مرضى الأورام، مرضى الكلى اللي بيعانوا من حموضة الدم، وكمان المرضى اللي بيخضعوا للعلاج بأدوية مثبطات المناعة بجرعات عالية زي الكورتيزون أو العلاج بالمضادات الحيوية لفترات طويلة ودون إشراف طبي. نوه الدكتور حسام حسني أن الفطر الأسود هو مرض مش جديد وظهر في عدد محدود جدا من الحالات خلال العقود القديمة، وكانت معظم الإصابات للحالات المتأخرة من مرضى السرطان والأورام. حقيقة أن أهم درس اتعلمناه خلال جائحة كورونا هو أن المناعة سلاحنا أمام الوباء، وبدأنا في تعلم كثير من قواعد التغذية الصحية والأخذ بالأساليب الحياة الصحية، والأهم إننا نزرعها في أولادنا وإخواتنا الصغيرين وتبقى أسلوب حياة.